سوق المدينة، نظرة شاملة وحديثة للتسوق بأفضل الأسعار والعروض المستمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج آية وهداية. هذا برنامج المسابقات الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك يوميا برعاية سوق ومطعم المدينة. نحن يوم أمس تحدثنا عن آية في الجزء 18، هذه الآية التي تتحدث عن موضوع الإشاعة ونقل الإشاعة، وأن الإنسان يجب عليه أن يتثبت قبل أن ينقل أي شيء، فلا يتلقى بلسانه ويخرج بلسانه، هذه في قوله الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم. هذه الآية هي في سورة النور الآية رقم 15. إحنا خلينا نشوف مين اللي أرسل الإجابات صحيحة وفازوا معنا هذا اليوم. ألف مبارك للفائزين معنا لليوم، يمكنهم استلام جوائزهم من مقر تلفزيون الفجر، وهي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 50 شيكل مقدمة من سوق ومطعم المدينة. إحنا اليوم 19 رمضان، طبيعي زي ما تعودنا في برنامجنا راح يكون عندنا السؤال من الجزء 19 من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية التي اخترناها هي موجودة في الجزء 19، هذه الآية تتحدث عن موضوع الإنسان الذي سيندم يوم القيامة على اتخاذه صاحب سوء، هذا الصاحب الذي هو كما قيل في الأمثال الصاحب ساحب، قل لي من تخالل أقول لك من أنت، المرء على دين خليله. حقيقة كثير من أسباب فساد الإنسان ومعصية الإنسان هي صحبته، هي التي تدله في كثير من الأحيان للأسف الشديد وتأخذ بيده إلى المعصية وإلى غضب الله عز وجل. لذلك كان التنبيه الشديد في آيات الله سبحانه وتعالى وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه على موضوع الصحبة والحذر منها، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الرفيق الصالح والصاحب الصالح كحامل المسك، وفي المقابل وصف لنا رفيق السوء كنافخ الكير. فتخيل نافخ الكير، إما أن يحرقك أو أن تجد منه أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، هكذا هو رفيق السوء دائما. وفي واقعنا نحن نعلم أن كثير من الشباب أو الفتيات تنشأ نشأة طيبة مباركة جيدة، لكن في سن معين وبسبب غفلة من الأهل عن نوعية الأصدقاء اللي يمكن أن يصادقهم ويتعرف عليهم، تجده يشذ ويبتعد ويعصي ويقع في المعاصي والأخطاء شيئا فشيئا. كم من شاب تعود عادة الدخان من وراء صحبته، كم منهم ترك الصلاة من وراء أصدقائه، كم منهم قد يتعود على حتى شرب الحشيش أو المسكرات من وراء أصدقائه، كم منهم عمل علاقات مع بنات وغيرها بسبب مفاخرته وبسبب نقاشه مع أصدقائه وتقليده لأصدقائه. من هون هذه الآية تتحدث عن الإنسان الذي سيندم يوم القيامة أنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وسيعض أصابعه ندما على أنه اتخذ صاحب سوء. هذا الندم سيأتي يوم القيامة عندما يقول أن هذا ويجد أن هذا الصاحب هو الذي أضله عن ذكر الله وعن شرع الله عز وجل. الآية واضحة جدا، يمكنكم بجهد قليل أن تستخرجوها من الجزء 19 ثم أرسلوا الإجابة الصحيحة على هذا الرابط أو من خلال الرابط الموجود على منشور الفيسبوك أو من خلال إرسال كلمة هداية على مسنجر الفجر. شاركوا لتكونوا أحد الرابحين بقسيمة شرائية بقيمة 50 شيكل مقدمة من سوق ومطعم المدينة. وإلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة من برنامج آية وهداية، أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.